السلام عليكم متابعين جريدة عبير. اليوم معنا الأخت ابتسام اللي عاودنا القضية ديالها. القضية ديالها شوية مؤلمة. المهم نخليكم مع الأخت ابتسام هي اللي تقولنا التفاصيل ديال القضية ديالها. شكرا. السلام عليكم خوتي المشاهدين. انا عندي واحد المشكل ديال الطليق ديالي الله يرحمه مسكين. المهم هادشي اللي نقول لكم حاولوا تفهموني، ماشي تنتقدوني كي قال هذاك، يعني ماشي تهزوا الموضوع بواحد التشكيليه ديال ارامات وبقى تابعاه ولا انا المهم جيتكم واحد من الموضوع من الجانب ديالو. المهم عنيناش انا الطريق ديالي داك صدا في الناظور، هو ولد فاس وانا بنت فاس، هو داك صدا في الناظور، هو كان خدام تما في الناظور. المهم تفارقت انا وياه، هو مشى للناظور انا جيت للسلام. المهم كله شد طريقه. اي واحد شوف راه اي واحد ما تيتفاهمش واي واحد تيطلق، يعني كاين ما تديوش على هضرتي حيت شويه هكا. المهم ملي مشى للناظور كان خدام، قلت لكم واحد النهار كان خارج هو وخوه باش توقع عليه الواقعه، خارج هو وخوه ما عليه ما به غادي يتسخروا يجيبوا كاسكروت. المهم على حسب الهضره ديال خوه، يعني هو اللي عاودنا هادشي، غادي تيتناقشوا في امان الله وحفظه. اها قلت لك هذيك غادي هو وخوه في امان الله وحفظه. واحد الساعه خوه جالس كيهضر تسمع واحد الغوته من تحت الروايد ديال الطوبيس. الدور اللي غايدور تلقى خوه من تحت الروايد ديال الطوبيس، من هنا قياس الخير كامل من هنايا، ها الراس ديالو مسكين اللي بقى فيه اصلا صحيح، كلشي ديالو من داخل طردك راكم عارفين الجهد ديال الطوبيس. المهم من الصدمه هذاك اللي كان سايق الطوبيس شد عليه الطوبيس وبقى لداخل، ما زاد ما والو. خوه مسكين بدا تيغوت، والعاده واجي واحد تقوني يجي يدفعوا معايا حتى واحد، كلشي كيتفرج واصلا الناس ضروري غتخاف، يعني ديك اي واحد راه غادي يخاف ما غاديش يزعم. هي هذيك شي كنتفكر هذا الموضوع هذا ما عليناش. هي هذيك قلت لك خوه بدا مسكين كيدفع في ديك الطوبيس يدفع في ديك الطوبيس هي مي هذاك. المهم تا جاو الوقايه وجات لابيلونس هزو السيد على ما وصلوا للطبيب تا كان توفى مول امانه تا امانته. المهم جابوه في الصندوق رنا له الكنازه، شافوا ولدو في ديك الحاله حيت عندي وليد عنده 10 سنين معاه. وانا ما نكذبش عليكم ما عمرها في حياتي غادي تنسى ليا واحد البكيه دارها ولدي فاش شاف باه في هذيك الحاله، يعني ومازال لحد الان الولد عندي معقد، ما تيتشاركش مع الدراري في المدرسه، يعني بحال مرض نفساني راه حتى شي واحد ما غايتقبلها. يعني ديروا يديكم على قلبكم، اللي ضراتكم راه غدار الغير، يعني بلا ما تنتقدوا بلا ما تبقاو تقولوا راه مات وتابعاه او واخا، يعني الطمع ولا داك الشيء حيت ديك الولد هو اللي عندي وانا اللي عنده. ديك الولد خصو مستقبل، شحال قدني انايا نخدم عليه فهمتي، ماشي نقولك شحال قدني، اللهم لك الحمد مازال بصحتي اللهم لك الحمد، باقا نخدم وباقا ندكي كاع هذاك وندير داك. هو دابا با مسكين مشى في العمر ديالو شحال، ولد 89، يعني شحال تكون كاع في عمره باقي صغير فهمتي. يعني تيك حق ولدك، يعني شوف حق ولدي بطبيعة الحال، لأنك وكان باه باقي بالحياة كرة تيصرف على ولدو كرة، مهم غيكون هاز معايا واحد شوية المسؤولية ماشي راه هازها بوحديتي فهمتي. ومهم بوغ دو شوف الخلاصة ديال قولي لهادشي كامل، أنا بغيت حق ولدي، تنطالب بحق ولدي بحيت الدم ديال داك السيد ما بغيتوش يمشي هباء منثورا. بحيت من بعد الحادثة شنو الإجراءات اللي اتخذت؟ تاخذت الاجراءات ديالي قانونيه بحالي بحال، مشيت للناظور حيت الدوسي ديالو كان في الناظور، مشيت للناظور ولقيت مشكل مع البوليس. ناض واحد السيجار ما خلاونيش ندخل، قال لك لا انت الطليقه ديالو وهذه يعني ما بعيده
وديت معايا ولدي قلت لهم هاد الولد هذا شنو لقيتو في الزنقه جبتو راه ولدو هذا هو راقيها حاله المدنيه ديالو ها هو لقيتي حتى انايا ها هو الكاغيط ها الورقه ديال الطلاق يعني راه ماشي جيت وحطيت عليكم فهمتي. المهم تصارعت معاهم واحد السيد الله يجازيه بخير تنقول له هذا المنبر راه يعرفني بلا لا داعي لي ذكر ذكر الاسماء شي شويه مرتبكه اسمحوا لي. هو مسكين اللي تساعد معايا ودخلني وعطاني فوتوكوبي ديال الدوسي وتكرفصت انا ولدي شي فاش طلعت نجيب ديك الدوسي وهذا تكرفصت مع ديك المعاناه ومع ديك 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 الحاله اللي كان فيها ولدي اللي شاف باه في هذيك الحاله. مهم دازت عليا ما نكذبش عليكم دازت عليا ديال بصح راه واخا الطريق ديالي راه مدوزناش قليل راه دوزنا 10 عمر وعندي معاه ولد وبنادم ما يتفكرش غير خايبه يتفكر شويه زوينه. المهم هي هذيك هزيت الدوسي مشيت لفاس ملي مشيت لفاس عندنا واحد المحامي العائله درتو عطيتو داك الدوسي قلت له انت ودي خدم على هذا الدوسي شنو 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 هذاك تيبقى الحق ديال الابن ديالي يعني هذاك حق ديالو انا ما بغيت والو انا ما باغا حتى شي حاجه فهمتي انا ما الحمد لله انا ما كنقول لكم لا ساعدوني انا لا حتى شي حاجه. شوفوا في داك الولد شوفوا في هذاك الصبي مسكين اللي باقي ما شاف ما شوف باقي مسكين كي قال هذاك قطيطه مغمضه فهمتي يعني باقي خصو يعيش باقي خصو يقرا باقي يتابعوا بزاف ديال الحوايج. انا بغيت مستقبل ديال ديك الوليد ما تنطالب والو حتى شي حاجه بغيت غير مستقبل ديال ديك الولد. الله يجازيكم بخير الا كان شي حد يدخل ليا في هذه القضيه هذه حيت المحامي فاش هضرت معاه قلت له كيفاش خرج الولد قلت تقريبا قدو قد جدو ما يمكنش هادشي راه لا يعقل راه اللي تنقول له تيقول لك لا ما يمكنش بحيث الابن راه تياخذ واحد النسبه اكثر من الاب ديال المتوفي ديال الطريق ديالي واخا خمس ساعات باش ما منين ابتسام ماشي صعب ماشي مشكل منين دفعتوا الاجراءات يعني هنا وقفنا هنا من هنا باغي تكملوا الاجراءات اللي خديتو وعلاش ولدك ما خداش حقه يعني تبعي لي مرحله مرحله باش نعرف باش نفهم باش تفهموا الاجراءات اللي اتخذت. وهو قلت لكم انايا شديت الدوسي كامل عطيته للمحامي المحامي منين دازت القضيه في النوبه الاولى قبل ما نستانف قال لي يا ودي راه حكموا ليه الولد جاتو 6 والاب جاتو 5 هي 11 في المجموع. انا ما قبلتش قلت لا يا جوج شنو ندير له 6 فهمتي يعني 6 راه والو حتى شي حاجه ما تشري ليه حتى كي قال هذيك حتى كارسونيا فهمتي 6 د المليون خرجوا ليه 6 د المليون اها الاب ديالو توفى الاب ديالو متوفي مات يعني هذا باش المشاهدين فهموا خرجوا ليه 6 المليون هو متوفي طعنت في الحكم وقلت له غتستانف ما اتفقتش معاه وقلت له غتستانف واستانف وصدقوا في الاستئناف زايدين الاب ديال الراجل والولد ما زادوش يعني خلاو ديك الشيء هكاك ميمكنش حنا في دولة الحق والقانون يعني فين مشى هذا الشيء والشيء راه الناس راه تيديروا غير اكسيدون يعني اكسيدون تيتهرس من يديه ولا مزليه ولا وتيخرجوا ليه نفس المبلغ هذا راه مشى راه ما غيبقاش باه يشوفه ما يبقاش يشوف باه يعني تحرم من الاب ديالو تحرم من الحنان تحرم من العطف تحرم بزاف ديال الحوايج اصلا تديك 6 ولا شنو غادي دير اللي غتعوضوا باه غتعوضوا ما تعوضوا حتى شي حاجه يعني ما بقى والو يعني تحرم من كاع الحوايج تحرم من كل شيء. وانا براسي الخدمه تنخدم مره خدامه مره ما خدامهش يعني ما عنديش شي خدمه مرسمه وهاد الولد شنو نضيعه ميمكنش انا خصني حق ولدي واخا من جيتي للمحامي هذا يعني هذا الدرا هذا قال لي يا سيدي المحامي بان البوليس هما يقدوا يكونوا لعبوا في الدوسي بان
السيد هو الراجل الطالق ديالي هو اللي منو المشكل. واخا هو اللي منو المشكل، ولكن واخا يكون منو المشكل هو ما راكب على حتى شي حاجه، ما راك والو على رجلي. تنقول لك غادي فوق تروطوار، يعني فوق تروطوار غادي هو وخوه. الطوبيس راه في التيرمينيس ملي جاي دور جرو معاه، هادشي على القول ديال خوه. يعني خوه غادي كيقول لك هو وخوه تيهضروا تيتذاكروا. يعني واش هاد السيد حماق يمشي في وسط الشانطي؟ ميمكنش. واش غيضحي براسو؟ راه ميمكنش، هادي راه ما كايناش، ما تدخلش للعقل. انا ما نكذبش عليك، تنطالب حق ولدي، ولا كاين شي واحد عنده شي دخل ولا تيعرف شي حاجه ولا كاينه شي جمعيه ولا شي محسنين بغيتهم يوقفوا معايا في هاد القضيه، حيت راه هادشي اللي كاين، هادشي اللي 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 تنتظر انايا الابن ديالي. يعني انت كطالبي ان لا كاين شي حقوق نقدر ندخل في الملف؟ اه بغيت شي حد يدخل ليا في هاد الملف، بحيت ما 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 بقيتش ما بالي حتى شي حل واحد اخر، لان هذا الشيء لا يجوز. لا سواء الاب ديال الراجل ديال الطالق، عفوا تنغلط، لا سواء الاب ديال الطالق ولا ليا، ماشي حتى ليا، يعني الابن ديالي انا تنضرب بحكم الابن ديالي. هذا الشيء راه ما يعني شي ما كتهضريش بصفتي، كتهضري على ولدك. كنهضر بصفتي على حقوق ديال الابن ديالي، ديك الابن ديالي عنده انا والله سبحانه وتعالى. نقولوا انا يكتب عليا الله المكتب وقعت لي شي حاجه لا قدر الله، يعني حنا كنهضروا تنقولوا زعما الله اعلم، ما حتى واحد ما ضامن راسه، حتى واحد ما ضامن حياته. هذيك الولد شنو يتلاح الزنقه؟ واخا الابن شحال عنده؟ عنده 10 سنوات، يلا قفلها في شهر جوج. انت اللي باغا تبني لي المستقبل ديالو، باغا تضمن لي المستقبل ديالو. لا غير، انا ما بغيت والو حتى حاجه، انا بغيت الحق ديال الابن ديالي يبان، وحق باه ديك الدم اللي مشى هكاك اللي مشى مغدور. وحنا شوف باش نزيد نوضح للمشاهدين، هذاك السيد مقدر ليه الله ومكتب عليه الله غادي يموت هذيك الموته، وحتى حنا كي قلت لكم دابا عاد شويه يعني ما ضامنينش روحنا وما عارفينش، الله يكتب علينا ما كاتب الخير، هادشي تنقولوه ديما. ولكن يعني ديك السيد راه ما غاديش يولي نوض، مشى عند الله الله يرحمه. ولكن نشوف قال لك الحي قبل من الميت، والولد باقي صغير ما بغيتوش يضيع. شنو دابا حنا نوليو عاوتاني احنا داك 6 المليون نديرو سيدي 6 المليون غادي يدوزوا عليه للرباط السي دي جي ياك. انا حيت سولت في هاد القضيه هادي غادي يبقاو يعطوني منها مثلا واحد المقدر كل شهر ديالو نصرف عليه به. ايوا سيدي فاش غيكبر هاد الولد هذا؟ اها على ما غادي يكبر هاد الولد فاش غيوصل داك 18 عام غادي يعطيو شنو غيبقى ليه فيها؟ اش غيبقى؟ شنو حنايا صافي نبقاو؟ وتا ديك الامو ما استفدتش منه، ما استفدتش بحال اللي استفدوا الناس، ما استفدت حتى شي حاجه. علاش ما استفدتش؟ علاش ما استفدتش؟ دفعت الدوسي ديالي بحالي بحال اي واحد، طلعوا لي داك الشيء طالع. علاش طالع وانا ما عندي حتى شي حاجه؟ ما قبلونيش. يعني انت مطلقه وارمله في نفس الوقت وعندك وليد وكاريه والله كريم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي غادي نقول، الجهد لا جهد الله سبحانه وتعالى. الرسالة ديالي كنوجهها للمغاربة، بحيث المغاربة معروفين يد وحدة، وإلا وقفتوا راكم كتوقفوا. بغيتكم توقفوا مع أختكم ابتسام في هاد الأزمة ديالها، وفي هاد القضية بالخصوص. أنا ماشي جاية ندير الشهرة ولا جاية باش نطلع ندير البوز، جاية على قضية. يعني راه كاين فرق، كاين فرق ما بين قضية ديال دار يتيم، وفرق ما بين وحده باغا تشهر راسها. يعني تنطلب من شي محسن الله يجازيكم بخير يوقف معايا في هذه القضية، حيت الجهد لا جهد الله سبحانه وتعالى. راه انا قدامكم وانتم حكموا، صافي ديروا يديكم على قلبكم وحسوا بختكم ابتسام. هذاك الشيء اللي كنعانيه دابا حاليا جالسه، يعني الخدمه ديالي
مره خدامه مره قاصه ما عنديش شي خدمه رسميه يعني ما عنديش صناعه في يديا. كل مره شنو تنخدم ما نكذبش عليكم ولا نفسر عليكم ولا نقول لكم لا الواقع هو هذا. وهانتوما وجهي لحد الرساله لذاك القادم اللي ربما انه ما خلاش حقه للدرع من المسؤولين انه يشوفوا هكذا. دابا انا ما عرفتش بالضبط شكون اللي عنده يد في هذا الشيء. واش من المسؤولين اللي عاطينهم درنا فيهم الثقه وعطيناهم يوقفوا معانا في هذه القضيه ولا من القاضي ما نصفش يعني ما شافش ديك ما شافش القضيه بواحد ما عطاش واحد الاعتبار ولا كاين شي 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 خلل شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم وانتوما غادي نتوما حكموا نتوما راه تبارك الله المغاربه راه كاين بلا ما نحتاج ما ندخلوش في التفاصيل. المهم اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير الا كتعرفوا شي حد ولا تسمعني شي حد ولا مهم بغيت هذه الرساله ديالي توصل. ما نكرهش توصل اقصى شي ما نكذبش عليكم بغيتها توصل للمسؤولين الكبار حيت هذا الشيء راه بزاف وحشومه داك راه غير طفل اليتيم يعني ديك اليتيم راه خصكم تشوفوا فيه بواحد الطريقه اللي خصو يبقى فيكم خصكم تشوفوا له مستقبله خصكم تقولوا ديك الوليد ما خصوش يضيع. واحد الوليد عندي ما شاء الله ماشي تنقول لكم زعما حيت ولدي كلشي تيبغيه ولكن هو مسكين تيجلس بوحده ما تيتعشى ليش مع الدراري ما النهار اللي وقعت الواقعه ديال باه هو في واحد الحاله لا يرجع لها. واش نطلب من المحسنين يشوفوا يردوا النظر في هذه القضيه ديالي اللي عاودت لكم واش غنقول لكم الله يجازيكم بخير. عطيني نمرة التليفون ديالك باش كان شي محسن أولا شي راجل قانون أولا شي حقوقي يقدر يدخل في القضية يقدر يتصل. المهم 06 08 06 54 11 أنا نعاود عليكم 06 08 06 54 11 الله يجازيكم بخير وسمحوا لي وكنطلب من الله تشوفوا هذه القضية في بعين الاعتبار. شكرا. ثم كنفهموا مشاهدينا الكرام يعني الاخت ابتسام ما كطلبش بالحق ديالها كطلب بالحق ديال الابن ديالها اللي الاب ديالو توفى ما بقاش غيشوفو ولو يبغي يقول لي غير السلام عليكم او لا يبغي غير يضحك معاه او لا في العيد الوليدات يشوفوا الاب ديالو خارج هو يعني ديما غيحس بواحد النقص وكما قالت انه هو عنده واحد اضطرابات نفسيه. يعني الا كان شي طبيب اختصاصي في هذا المجال يقدر يتواصل مع الاخت ابتسام او الا كاين شي حقوق اللي يقدر يتواصل مع الاخت ابتسام ممكن ما سمعتوا النمره ديالها راه هي اللي خلات. شكرا لكم متتبعين جريده عبر على المشاهده الى بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لكم.